وده نزول الشغل. شوف ها شوف ايه بس يا شاي، شوف يا خبر، ايه ايه مالك؟ نسيت اكلم وفاء، نفس المشكله كل مره، مع اني فاكر اكلمها من بدري. ما تطلب، سكت ليه؟ نمرة بيتي طارت من دماغي خالص. بعمل ايه يعني؟ بشتغل طبعا وحيلي مهدود كمان. مش كده امال؟ لا 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 يا حبيبتي، مش بقولك انت، اصل الجرسون بيقلعني. لا قصدي داخل عليا وانا قلع، فبقول له عيب 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 يعني، ما يصحش كده. اصل هنا في اليونان الجرسون يدخل كده على طول، تلاقي واحد منهم فتح الباب ودخل على طول. انا بكلمك عشان اقولك اني مش هقدر اجي النهارده يا وفاء، اصل ما لقيتش حجز في الطياره. ان شاء الله حاجة بكره باذن الله، باذن الله حاجة. عيب كده بقى، عيب قوي. لا 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 يا حبيبتي، لا مش بقول لك انت، اصل حاجه غريبه جدا هنا، حاجه غريبه جدا، تلاقي الجرسون داخل جاي رايح حاجات كده. ها طب يا وفاء، ان شاء الله بكره جاي اكيد اكيد يا وفاء. مع السلامه. مع السلامه روحي. مع السلامه وفاء. الو، ايوه لو سمحتي سلمي على الولاد. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. كداب زي كل الرجاله. مين انا؟ انت مش فاهم مراتك انك في اليونان، مع انك متكلمه من ورا البيت على طول. ما هو كله عشانك يا حبيبتي. نعم كله عشان نفسك يا حبيبتي. انت عيبك الوحيد من غاويه المناقله. لا غاويه صراحه.